الحياة عشان يعلموا أولادهم مشاكل السفر من الضال، الحياة عشان يعلموا أولادهم. يتخلى الأمسية عن سفر جماعي، نفتتح هذه الأمسية، الأمسية عن سفر جماعي ولا بالحجاب، نفتتح هذه الأمسية من بمعزوفة من رينا بهجاء عثمان، قدمها كل من ديفيد عزام، رينا بهجاء عثمان، جدعان عنان، ديفيد عزام، اسلام جدعان عنان، عباس أمير ملحف سويد، حسام يوسف، عباس أمير ملحف سويد، عارف سويد نزار، حسام سويد بالقيعة، فأهلا وسهلا، نسيم عارف سويد نزار، حسام سويد بالقيعة، فأهلا وسهلا فيك. كمان جاء